هنا أسئلة ثلاثة نطرحها ونجيب عليها. السؤال الأول: ما هو معنى الحب؟ وما هو أقسام الحب؟ وما هو الفرق بين حب الإنسان للإنسان؟ أو ما هو معنى حب الإنسان للإنسان وحب الله تبارك وتعالى للإنسان؟ والسؤال الثالث: ما هو الفرق بين المحبة والمودة؟ أولاً نقف عند السؤال الأول، وهو في بيان معنى الحب. أنت دائماً تسمع هذه اللفظة وهي لفظة الحب. الحب يعني ماذا؟ يقول العلماء: الحب هو عبارة عن علقة وجودية بين مستكمل ومكمل. التفت لي جيدا، الحب يعني علقة وجودية بين مستكمل ومكمل. إذن عندنا طرفان، طرف الأول مستكمل والطرف الثاني مكمل. هنا خلونا نقف عند مثال حتى تتضح الصورة جليا. مثلا الإنسان لماذا يحب الطعام؟ ولماذا يميل الإنسان إلى الطعام والشراب؟ يميل الإنسان إلى الطعام والشراب ويحب الإنسان الطعام والشراب لأنه يكمل النقص الغذائي عند الإنسان. يعني أكو عندنا مستكمل وعندنا مكمل. المستكمل هو من؟ هو الإنسان. الإنسان هو مستكمل، بينما الذي يكمل الإنسان، يكمل هذا النقص الغذائي عند الإنسان، هو ماذا؟ هو الطعام والشراب. إذن عبارة العلماء حول مفردة الحب هو علقة وجودية بين مستكمل ومكمل. المستكمل هو الإنسان، والمكمل في هذا المثال هو من؟ هو الطعام والشراب، لأنه يكمل الإنسان، يكمل النقص الذي فيه. كذلك مثلا لماذا يحب الإنسان المرأة؟ ليش يحب الإنسان الزوجة؟ لأنه يشعر بفراغ عاطفي، واللي يكمل هذا الفراغ العاطفي هو من؟ هو هذه الزوجة. كذلك العكس، حتى لا نصير إلى جانب ونهمل جانب آخر. الزوجة المرأة لماذا تحب الرجل؟ تحب الرجل لأنها تشعر بفراغ عاطفي، فهي مستكملة تتكامل بماذا؟ بسد هذا الفراغ الذي عندها، وهو الفراغ العاطفي، من خلال ماذا؟ من خلال حبها للإنسان، حبها للرجل. إذن الحب عبارة عن علقة وجودية بين مستكمل ومكمل. هذه العلقة الوجودية بين مكمل ومستكمل يعبرون عنها لفظة ماذا؟ يعبرون عنها لفظة الحب. هذا هو المراد من معنى وكلمة الحب. طيب، ما هو أقسام الحب؟ التفت لي جيدا، العلماء يقولون للحب ثلاثة أقسام. أكو عندنا ثلاثة أقسام للحب. أكو عندنا حب طبيعي وحب عقلي وحب خيالي. العلماء يقولون الإنسان لا يحب أشياء متعددة. الإنسان ما يحب أشياء متعددة، وإنما يحب شيئا واحدا. ما هو هذا الشيء الواحد؟
لاحظوا أيها الأحبة، نحن أشرنا في مجالس متقدمة، قلنا أن هناك من جملة الغرائز والشهوات التي أو الغرائز التي أودعها الله عز وجل في الإنسان، ومن أقواها هي غريزة حب الكمال. ترى الإنسان ما يحب أشياء متعددة، ما يحب الطعام والشراب والزوجة والمرأة، لا، إنما الإنسان يحب شيئا واحدا، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الكمال. بطبعه الإنسان يحب ماذا؟ يحب الكمال. هذا النقص الغذائي إذا وجد عند الإنسان يكمله بالطعام والشراب، فلذلك يميل إلى ماذا؟ يميل إلى الطعام. فإذا حس أيضا بفراغ عاطفي، سواء زوجة أو زوج، إذا حس بفراغ عاطفي يميل إلى من؟ يميل إلى الطرف المقابل، سواء مرأة أو رجل. إذن الإنسان بطبعه لا يحب أشياء متعددة، وإنما يحب شيئا واحدا، ألا وهو الكمال. هذا اللي يعبرون عنه العلماء، حب طبيعي في الإنسان، بطبيعته بجبلته الإنسان يحب الكمال، ويتعلق بكل شيء فيه الكمال. لذلك الشوفة يميل إلى عدة أمور، وإلا هو يحب ماذا؟ شيء واحد. كلما حس بفراغ، كلما حس بنقص، يميل إلى الشيء الذي يكمل هذا النقص بطبيعته الإنسان. هذا اللي يعبرون عنه العلماء، حب طبيعي في الإنسان. أكو القسم الآخر اللي يعبرون عنه العلماء، حب عقلي. شنو يعني الحب العقلي؟ الحب العقلي الإنسان يحب العلم، يحب المعرفة، يميل إلى العلم، يميل إلى المعرفة. وحب العلم ليس حب طبيعي في الإنسان، وياي أنت لو لا، حب العلم، حب المعرفة ليس طبيعي في الإنسان، لأن مو كل البشرية يحبون العلم، مو كل إنسان يحب العلم والمعرفة. فهذا يعبرون عن حب ماذا؟ حب عقلي، ميل الإنسان للعلم، ميل الإنسان للمعرفة. هذا يعبرون عن العلماء، حب عقلي في الإنسان. وأكو عندنا حب آخر يعبرون عنه، حب خيالي وهمي لا أساس له، لا وجود له، وهو ماذا؟ حب الإنسان للمنصب مثلا. شلون حب الإنسان إلى المنصب؟ الإنسان يحب المنصب لأنه يرى أن المنصب فيه ماذا؟ فيه كمال. لكن في الحقيقة والواقع، هل أن المنصب يكمل الإنسان؟ هل المنصب فيه كمال؟ ترى المنصب فيه أذية إلى الإنسان، وفيه أنه أيضا يطيل وقوف بين يدي الله عز وجل، لأنه صار في هذا المكان يحاسب. إذن حب المنصب حب خيالي لا أثر له، لا وجود له. يحب الإنسان هذا المنصب لأنه يعتقد بأن المنصب في حد ذاته ماذا؟ كمال له. وفي الحقيقة أن المنصب لا كمال ولا أثر له. هذا اللي عبرون عنه، حب ماذا؟ حب خيالي. إذن خلاصة المطلب الأول، أن الحب هو عبارة عن علقة وجودية بين مستكمل ومكمل. انجي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هو معنى حب الإنسان للإنسان وحب الله تعالى للإنسان؟ شنو يعني حب الإنسان للإنسان؟ يعني حب الإنسان لنظيره في المجتمع، عبارة عن أمر انفعالي. شلون يعني أمر انفعالي؟ يعني لوجود علقة بيني وبينك أيها الإنسان، هذه العلقة يعبرون عنها العلقة الوجودية،
لأنها موجودة هذه العلقة فتصير لك أمر انفعالي. هذا اللي يعبرون عنه العلماء، حب الإنسان للإنسان هو عبارة عن أمر انفعالي للإنسان في بينه وبين نظيره في المجتمع. لكن الله عز وجل لا ينفعل، الله تبارك وتعالى لا ينفعل، الله عز وجل فاعل مفيض، الله تبارك وتعالى انفعالي يعرض عليه الانفعال كما يعرض على الإنسان. الله عز وجل مؤثر وليس متأثر. إذن طيب، يعني ماذا حب الله عز وجل إلى الإنسان؟ حب الله عز وجل للإنسان هو ثناؤه على المؤمن. حب الله تبارك وتعالى للأنبياء والرسل يعني ثناؤه على الأنبياء والرسل. حب الإنسان، حب الله عز وجل للإنسان المتدين الإنسان المؤمن يعني ثناؤه جل وعلا على المؤمن وثناؤه على الأنبياء والرسل. ليش الله يحب المؤمن؟ ليش الله يحب المتدين؟ ليش الله عز وجل يحب الأنبياء والرسل والمعصومين عليهم السلام؟ نرجع إلى حيث ما قلنا في الإنسان نقوله في الله تبارك وتعالى. بما أن أيضا الإنسان هناك قلنا أشرنا إلى أنه بطبعه يحب شيئا واحدا، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الكمال. كذلك الله عز وجل لا يحب إلا شيئا واحد، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الكمال. فحب الله تبارك وتعالى لذاته لأن ذات الله عز وجل هي عين الكمال. حب الله تبارك وتعالى إلى حب الله عز وجل للإنسان المؤمن لأن الإيمان كمال، وإذا اتصف به الإنسان اتصف بالكمال، والله عز وجل يحب الكمال، فلذلك الله عز وجل يحب الإنسان المؤمن. وكذلك الله تبارك وتعالى يحب الأنبياء والرسل لأن الأنبياء والرسل جسدوا الكمالات الإلهية، والله عز وجل يحب الكمال، فإذا يحب كل شخص يتصف بهذه الصفة يكون فيه هذا الأمر. فحب الله عز وجل إلى الإنسان يعني ثناؤه جل وعلا على الإنسان لأنه اتصف بالكمال، فإن الله عز وجل يحبه. السؤال الثالث والأخير في بيان المراد والفرق بين المحبة والمودة. الآية المباركة تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ليش الآية المباركة قالت مودة ولم تقل محبة؟ شوف إخواني القرآن الكريم دقيق في اختيار العبارات، كل شيء في القرآن لابد أن نتأمل إليه جيدا، لأن هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى خالق الخلق واجد الوجود. فكلامه له معان جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لأن هناك فرق بين المحبة والمودة. شنو هذا الفرق؟ خلينا نبينه ونختم المجلس. الفرق بين المحبة والمودة هو فرق بين الأثر والمؤثر. يعني عندنا طرفان، طرف مؤثر وطرف أثر خارجي.
وهنا لا بد لنا أن نطرق مثالا حتى تتضح الصورة جليا، وهي ماذا؟ شوفوا يا إخواني، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بالله جل وعلا فيها خشوع وخضوع، أوليس كذلك؟ ما عدنا حالة خشوع وعدنا حالة خضوع؟ البعض يتصور أنهما حالتان واحدة فقط، ها؟ لا غير، والواقع أنه لا، هناك فرق بين الخشوع والخضوع. الفارق بين الخشوع والخضوع هو عينه تماما الفارق بين المحبة والمودة، يعني فرق بين الأثر والمؤثر. شلون يعني؟ نقف عند أمير المؤمنين، سيد المتكلمين، إمام العارفين، علي بن أبي طالب عليه السلام. يوم من الأيام أمير المؤمنين جالس في المسجد، دخل رجل وقف للصلاة، أحرم إلى الصلاة وهو في صلاته إلى أن انتهى منها يعبث في لحيته. وطبيعة الإنسان هذا الشيطان متى يجي للإنسان؟ إذا وقف بين الخالق الإنسان بينه وبين الله عز وجل، هذا الشيطان الرجيم. لذلك ينبغي على الإنسان أنه يتعوذ من الشيطان الرجيم في كل لحظة، وخاصة في وقت العبادة. هاي بعد العبادة إذا صار فيها الشيطان أصبحت لا قيمة لها، أصبحت هي لا قيمة لها، لا جوهر فيها كما يقول العرفاء، لا روح فيها كما يقول العلماء، علماء العرفان، لا روح فيها. تكون مصداق الآية المباركة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا علي عليه السلام قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. شنو تفهم من هالعبارة؟ وهي كلام معصوم، كلام معصوم أمير المؤمنين. يعني ماذا؟ لو خشع قلبه، يعني يريد يقول أن هناك فارق بين الخشوع والخضوع، فالخشوع هي حالة وجدانية داخلية، وهي مؤثر داخلي، والخضوع هو أثر خارجي متأثر بمؤثر ماذا؟ بمؤثر داخلي. أضرب لك مثال آخر. الآن هذه الإضاءات والمصابيح متى تعطيك إنارة؟ متى تعطيك ضوء؟ إذا وجد التيار، بمجرد أن تقطع التيار خلاص أصبح المكان ظلام. يعني لابد من وجود التيار حتى يترتب أثر خارجي. كذلك لا يمكن للجوارح أن تخضع وتسكن إلا إذا اتصل القلب اتصالا مباشرا بالخالق جل وعلا. وهذا شلون يتصل القلب الخالق؟ هذا إلى محل إن شاء الله في مجلس آخر. زين؟ إذا اتصل القلب اتصالا مباشر، يعني لابد من وجود مؤثر حتى يترتب عليه أثر ماذا؟ أثر خارجي. فهناك علي عليه السلام عبر عنه بأنه مؤثر داخلي وهو الخشوع، خشوع القلب. هنا أيضا المحبة يعني هي ماذا؟ هي حالة وجدانية قلبية، وهي ميلان القلب نحو المعشوق، ميلان القلب نحو المحبوب. وإذا مال القلب الإنسان، إذا مال قلب الإنسان إلى المحبوب والمعشوق، ترتب على ذلك الميلان أثر خارجي. ولذلك شوف الإنسان بمجرد أن يرى المعشوق يتكهرب، يقوم له إجلالا واحتراما، يجلسه إلى جانبه، لسانه لهج بذكره، دائما يتحدث عن ويتحدث فيه.
لماذا هذا كل هذا اللي صاب الإنسان ليش يسويه؟ هذا دليل على محبة الإنسان، هذا دليل على ميلان قلب الإنسان نحو هذا النظير إلى في المجتمع. هذا اللي يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه المودة، هي اللي الله أرادها. العلاقة لابد أن تكون بيني وبين أهل البيت، لابد أن بين أثرها الخارجي على أرض الواقع. أما تجي تقول والله أنا أحب أهل البيت داخل قلبي بدون أثر خارجي، ما إلى معنى. إذن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن المودة يعني إظهار الحب والعشق لأهل البيت عليهم السلام، وهذا هو الذي تجسد في واقعة الطف، وهذا الذي جسده عشاق الحسين الذين أحبوا الحسين حبا حقيقيا. لذلك شوف الإنسان إذا أحب إنسان لا يقصر معه أبدا. شوف هذا الإنسان يذوب فيه ذوبان كامل. ولذلك شوف هالمرأة شلون أعطت أولادها 4 من الأولاد، 4، لو تركت واحدا عندها مو هذه امرأة، والمرأة تحتاج إلى الويل يعينها في شؤون الحياة. لكن تعال شوف الحب شلون إذا تعلق بالقلب، القلب إذا تعلق بإنسان شلون يصير، يضحي بكل ما يملك، يفدي نفسه وما يملك لأجل هذا الإنسان. وإلا لو تركت معها واحد لشكر الناس صنيعها، لكن قالت لا، ولا واحد يبقى عندي في البيت، كلكم اطلعوا، كلكم الوين تروحون؟ الوين تتوجهون؟ تتوجهوا إلى نصرة الحسين عليه السلام. وترى هالليلة احنا على باب قاضية الحوائج، ها اليوم عندنا قاضية حوائج وعندنا قاضي حوائج، يعني 2 مو واحد، ها عندنا قاضية حوائج وهي أم البنين، وقاضي الحوائج أبي الفضل العباس. ولا تطلع ولا تتحرك من مكانك إلا ما أخذ حاجتك. جعلها الله بابا من أبواب رحمته الواسعة. أسألك الدعاء أيها المؤمن، أنا أيضا محتاج إلى الدعاء. ولذلك لاحظ قدمت كل ما تملك من أجل الحسين عليه، قالت ولا واحد يبقى عندي في البيت، ولا واحد يبقى عندي في الدار، كلكم تروحون فداء للحسين. وإجت إلى أين؟ إجت تعلقت بركاب أبي الفضل العباس. هذا ولدها الأول عاد، هذا ولدها قمر بن هاشم، هذا إلى مكانة رفيعة، إلى مقام عظيم عند الله. كان عمنا العباس يقول الإمام نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع الحسين فأبلى بلاء حسنا. يقولون عاد، يقول الأستاذ عليه الرحمة الأستاذ العرب قدس الله نفسه، يقول تعلقت أم البنين بركاب أبي الفضل العباس، قالت لولدي عباس عندي إلك وصايا يكون تدخرها وتسمعها. أم البنين الصيح يا عباس يا حشاي يا ثمر قلبي، استمع من لي وصاياي يا ابني، بترباتك سهرت الليل وياك كل لشان حسين، هالتعب على رباك اقسم عليك بدر لبن صدري الغذاك. اسمع الوصية الاولى، لمن نزلت المشرع لا تشرب الماء،
لا تشربا قبل الأخو يا ابن الأماجيد، وخلك درع الحسين يا درع الصناديد، والعلم شيل بإيد يا ابني وجودك بإيد وياي، وتدري الحرم بالسفار يا ابني تريد رواي. وبعد الوصية الثانية يا أم البنين، ها يفجع قلبك ها، وعينك على زينب ترى بنت البتولة. الله الله، هاي وديعة، هاي مخدرة، ها عباس دير بالك عليها لا تضيع من بعدك. وعينك على زينب ترى بنت البتولة، معصومة الصغرى فخركم هالعقيلة، لا تضيع يا ابني من بعد ذيك الحمولة. هذه وديعة والوديعة تريد حماي. اسمع جوابه، قال هاي توصيني وانا عندي وصية، من يوم حيدر قربت منا المنية. اسمع، ايد الوديعة شالها وحطها، هذه وديعة عندك يا أبا الفضل. وقال لها أماه لأنعمنك عينا، لكن إذا قطعت اليمين والشمال فلتعذريني، مو بس أنت تعذريني، حتى فخر المخدرات زينب. ولذلك شوف العباس وصل إلى الماء، كشف القوم عن المشرعة ونزل إلى الماء، ولما نزل إلى الماء أحس ببرودة الماء. لكن أسألك سؤال، بطل مقنع بالحديد، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان، ولو يشرب العباس يعظم لأنه عطشان، لكن أسألك بالله، يشرب بنات رسول الله عطاشا؟ يشرب والحسين عطشان؟ لا والله، خاض الماي بس هاي سيب بورد. ما رح أقرأ لك المصرع تسمعه غدا، لكن مقتطفات أجيب إليك مرحوم العبرة. خاذ الماي بس هاي سيب بورد، ترس شفا يراوي عطش شبد، تذكر لنا أخوه حسين بعد، إذا بالماء من شفة وتحسر، ونادى يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، هيهات ما ذاك فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. رمى الماء من يديه ملأ القربة، وضعها على كتفيه وحمل اللواء، وتوجه نحو المخيم، وإذا بالصوت من الأعداء، ويحكم اقطعوا عليه طريقه، فإن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم. خاض في أوساطهم، خرج من أعراضهم، قلب ميمنتهم ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب على الجناحين، والجناحين على القلب، وهم يفرون من بين يديه، وهو يقول أين تفرون وأنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده.
متبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتم القضب سيفه عزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافته وال شعت جبينه وصار ما تذهب بالابصار ومن صرخته ذاك الجمع مثل الرحادار فاضت طفوف الغادرية وصاحت النار ما هي إلا لحظات وإذا بالمولى على بوغاء كربلاء لا يمين ولا شمال والسهام مزق والسهم مزق القربة وسهم أصاب في عينه وجاءه عمد من الحديد على رأسه سقط صريعا على بوغاء كربلاء ونادى العباس أخي حسين عليك من السلام انقض الحسين عليه كالصقر المنقض على فريسته رآه بتلك الحالة لا يمين ولا شمال القرب ممزق إلى جانب ومخه سائل على كتفه يقل ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفشية مو طبيعة شلون عباسي تروى وينسبو سكنة ورضيعة نظر إليه بتلك الحالة أين المنادون وعباساه وحسيناه وإذا بالحسين ينادي قال له يا خويا وين بتارك طرحت قال له يا خويا قطعتي جفوفي وتركت لو سلم شفي شايان هل بيراق نشرته رديت للخيمة وجود الماي سالم قال لي يا خويا ابو الفضيل في ويل الجفوف قال لي يا خويا تقطعت ما بين الصفوف دمي على عيني جماد يا حسين ما اشوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم قال لي يا خويا الله يساعد الحسين الله يساعد الحسين قال لي يا خويا لغسلي بدمعي دمومك تمنيت خويا لها الحريم الله يدومك لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطم والهنا هنا هنا الزم قلبك ها وعزم يشيل اهل لمخي ايام قال ما روح خلني على الشاطئ اعالج طلعة الروح ما اقدر اروح الخيام وانظر زينه يقل لي يا خويا حسين خليني بمكاني يقل أرد أتوفق وياك هالليلها وحق العباس عليك يقل لي يا حسين خليني بمكاني يقل له ليش يا زهرة زماني يقل له واعدة سكنة تراني
قام الحسين من على مصرع أبي الفضل العباس وهو محدودب الظاهر يكفكف دموع بكمه الشريف وهو ينادي أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي وإذا بالأعداء يصفقون فرحا على الحسين صاح المولى الآن شمت بي عدوي لكن نعد فضل الإخوة فضلك يا خوي بزود ما شفتنا في الإخوة مثلك بدل مجهول قطع العدى درعانا وشال العلم بزنود خلني يا خويا بشيلك لدوسك قام راجع للمخيم والحرم ترقب مجيه والمراضع بشرت رضعانها بقطرة مية ولاح ليها حسين وحده وقلطت للهاشمية زينب زينب هي اللي استقبلت الحسين تقل لي يا خويا ليش ما جبت عباس لينا لينا أول تالي يا خويا الماي صار قشر علينا حيف يا شايل حملنا من الأخو راح من دينا بالله اسمع جواب الحسين وأنهي المجلس ها يقل لها يا زينب راح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الراس عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا نهروني أين المنادون وعباسا